الشغل الموسم الجاي بادي من فترة في كل الأندية. الأخضر اللي طلع بشكل كويس في الكونفدرالية ووصل لنهائي الكاس الموسم اللي فات حنعرفه جديدة في الحلقة هذه. أهلا وسهلا بكم في سكور، معي أنا مهند نجم. الموسم اللي فات أشرفوا على تدريب الأخضر التونسي سمير شمام والمصري عبد الحميد البسيوني، والاثنين ما كملوش الموسم بعد تعثرات صارت في النتائج. السنة هذه التغيير كان بتعيين عادل الشاعري مدير للكورة، واللي بدوره اختار المدرب التونسي أنيس الباز اللي يعرف الكورة الليبية كويس مع الصداقة والهلال والتعاون. سألناه عن مشروعه وطبيعة عمله للموسم الجاي وهذه كانت إجابته. السلام عليكم أخي مهند، مرحبا بك بكل متتبعي الرياضة في ليبيا. شكرا لك على المداخلة هذه. طبعا تعاقدي مع عادل الأخضر كان عن طريق الكابتن عادل الشاعري مدير الكرة، هو اللي اتصل بي وعرض علي تدريب نادي الأخضر. طبعا الكابتن عادل شخصية رياضية معروفة واشتغل معي في نادي الصداقة واشتغل معي في نادي التعاون، كان العمل معاه طبعا رائع الحقيقة، كان في تجانس بينه وبينه، كانت نتائج طيبة، موسم متميز مع نادي الصداقة، كيف كانت نهاية موسم متميز مع نادي التعاون. شخصية رياضية الحقيقة متفهمة، إنسان كفاءة كبيرة، التعامل معه كان سهل، هذا معناتها أكثر شيء ربما شجعني في العمل في نادي الأخضر. ناهيك على كون نادي الأخضر مؤسسة عريقة، مؤسسة كبيرة، شرف لأي مدرب باش يدرب نادي الأخضر، خاصة نعرف كونه في الموسم الأخير نادي الأخضر طبعا من تقريبا من أفضل الأندية الموجودة في الساحة في ليبيا، فريق معناتها منظم وهيكل، إدارة حكيمة مسخرة جميع الإمكانيات للنجاح، مشكورين على الثقة هذه، وإن شاء الله نكونوا أهل الثقة هذه ونفرحوا جميع الأخضر ونقدموا مستويات رائعة ونتائج تليق بالمؤسسة العريقة هذه إن شاء الله. الأخضر طلعوا منه عدد كبير من اللاعبين زي سالم روما وعامر التورغي ومحمد الكاستا وطلحة رزق وأكرم الزوي وحمادي جاد الله وإسيان وصهيب بن سليمان وبهاء السلامي، يعني أكثر من 10 لاعبين. وطبعا شوفوا فيه حاليا يدير في صفقات جديدة، لكن العدد اللي طلع منه يعتبر كبير ويحتم على المدرب أنه يخدم من الصفر، وهذا اللي سألنا عليه أنيس الباس. طبعا جماهير الأخضر بكل يعرفوا كونه في نادي الأخضر تقريبا أغلب الرياضيين تاعه موقعين موسم وحيد فقط، ما عدا رياضيين زوز رياضيين اللي هما أري بابل وطارق السعيدي. تخيل أنت مدرب طاقم فني جديد يدخل على فريق فيه اثنين رياضيين فقط، فهو مجبر بتشكيل تقريبا فريق كامل، فالعمل مش باش يكون سهل، عمل صعب جدا، الاختيار مش باش يكون سهل، اختيار باش يكون صعب، لكن في نفس الوقت لما تدخل على فريق انت تختار اللاعبين تاعه وتاسسه انت من منذ البدايه وتكون عندك جميع الصلاحيات في اختيار الرياضيين المحليين والاجانب، يكون زاد عمل معناتها فيه نوع ما من الايجابيه. كيف العقليه اللي جايين بها سنه ما نحبوش احنا نادي الاخضر كل موسم يغير 18 20 رياضي، بل بالعكس نحبوا نوقعوا رياضيين على مدى طويل، نحبوا نبنوا فريق اللي يستفيد منه نادي الأخضر لعدة سنوات، وبصراحة معناتها احنا جايين بعقلية احترافية جديدة، هو بناء فريق وتكوين فريق على مدى طويل، اللي مش فريق تاع موسم أو موسمين، إنما فريق يكون معناتها قوي لعدة مواسم، وباش تكون زادة فما عناية كبيرة ولهوة خاصة بالفئات السنية. طبعا نعرفوا اليوم محمد الرزقي هو المدير الفني للفئات السنية في نادي الأخضر اللي تربطنا به علاقة كبيرة، ونعرف قيمة العمل اللي يقوم به هو والمدربين اللي معاه في الفئة السنية. طبعا باش يكون هو معنا مساعد ثاني في الفريق الأول وفي نفس الوقت مدير فني الفئة السنية، وهذا باش يكون طريقة العمل في الفريق الأول هي نفسها في الفئة السنية، ونبدأ قراب برشا للفئة السنية، ولو فما أي رياضي قادر يكون ضمن المجموعة الموسعة للفريق الأول حياخذ فرصته بالكامل، وهكا نجموا نبنيوا فريق كبير ونتعموا الفريق باكثر عدد ممكن من ابناء النادي. طبعا نادي الاخضر ما ينجمش ما يلعبش من اجل الدوري والكاس، بل ما ينجمش ما ينافسش، احنا ان شاء الله معناتها الهدف تاعنا باش ننافسوا من اجل الدوري والكاس، ونحاولوا معناتها نوروا فريق عنده شخصيه، فريق
قوي قادر يفرض أسلوبه على جميع الفرق في داخل وخارج مدينة البيضاء. أنيس الباز اشتهر في ليبيا بأسلوب اللعب الجمالي والتنقلات السريعة بالكرة والاعتماد على جميع اللاعبين سواء مع الصداقة والتعاون، وفي الأخضر الجمهور يراجي في شكل كويس الفريق ونتائج إيجابية في الملعب. سألناه عن الخلطة اللي يقدر يقدمها داخل الملعب وأسلوب الموسم الجاي كيف حيكون؟ طبعا طريقة العمل أو طريقة اللعب اللي معروف بها ربما أنيس الباز في ليبيا اللي وراها في معنى الصداقة ومعنى التعاون هي الجمالية. الجمالية هي طريقة أو أداة للوصول إلى الهدف هو الفوز بالمباراة. شوف لما يبدأ فريق منظم، فريق يعرف يتصرف في الناحية الدفاعية، يعرف يتصرف في الناحية الهجومية، تبدأ عنده أفكار واضحة هجومية أو دفاعية، الفريق هنا يعطي أو تشوفه شكله جميل. فهذا هو السر ربما اللي شفتوه مع هذه الصداقة ومع هذا التعاون، اللي فريق تحس عنده أفكار معينة هجومية ودفاعية، قادر يفرض أسلوبه وشخصيته على أي فريق مهما كان لونه مهما كان اسمه. وإن شاء الله إحنا اليوم في نادي الأخضر ربما بالإمكانيات المتاحة واللاعبين والقيمة الفنية للاعبين الموجودين إن شاء الله باش نشوفه شخصية قوية للفريق الأخضر، إن شاء الله نشوفه فريق يمتع جمهوره وفي نفس الوقت معناتها يحرز النقاط ونكونوا معناتها منافسين جدين جدين وحقيقيين للتتويج إن شاء الله. الموسم الجاي حيكون صعب لأن كل الفرق خشت للسوق بقوة، والأخضر وجمهورها كان خروجهم وعدم تأهلهم للدوري السداسي خيبة أمل كبيرة، وطبعا حتى نحن كمتابعين للكورة استغربنا حالة التدني في المستوى اللي صارت، خاصة أن البداية كانت قوية وتأهل الفريق لمجموعات الكونفدرالية ونهائي الكاس، وهذا اللي خلى الباز يخاطبهم ويوجه لهم رسالة من خلال هذه الحلقة. والله جمهور الأخضر جمهور كبير، جمهور يشجع يحب ناديه برشا، يشجع في ناديه أين محل في مدينة البيضاء أو خارج مدينة البيضاء، جمهور كيف متعطش الكأس وبطولة تدخل المؤسسة العريقة الكبيرة هذه. إن شاء الله إحنا باش نعودهم أول شيء بالعمل والإخلاص في العمل، باش يشوف إن شاء الله يشوفوا فريق قوي عنده شخصية قوية يفرض أسلوبه على أي فريق سواء في البيضة أو خارج مدينة البيضة. وإحنا إن شاء الله جينا هنا باش نحاولوا معناتها نخلوا فريق الأخضر فريق عنده شخصية قوية، فريق قادر يحرز بطولات وكؤوس مش على موسم وحيد فقط أما لعدة مواسم. العمل هذا لازمه صبر، العمل هذا لازمه وقت، في نفس الوقت احنا باش نتسارعوا من أجل الوقت هذا إن شاء الله نعدوا للجمهور الموسم هذا باش يكون فريق الأخضر فريق منافس جدي من أجل التتويج ونفرحوا جمهور الأخضر إن شاء الله في المواسم القريبة هذه إن شاء الله. تجربة جديدة للأخضر حيخوضها مع أنيس الباز وعين الفريق وجمهوره على اللقب، خاصة وأن من أوائل الفرق اللي بدأت تجهز نفسها للمرحلة الجاية. بالتوفيق بكل تأكيد لفريق الأخضر وكل فرقنا في دورينا اللي مازال من غير موعد.